الله الرحمن الرحيم. بسم الله نبدأ وعلى بركة الله نستعين. أعزائي المشاهدين متابعين الكرام، نرحب بكم ونحييكم في صباح هذا اليوم مع انطلاقات جديدة في منافسات سباقنا المحلي الثالث في مرحلته الثانية، ونلتقي بكم أيها الإخوة الكرام هنا على أرضية ميدان الشحانية وعبر الهواء بثا مباشر عبر هذا النقل الحي والمباشر من قناة الريان الفضائية. انطلق على بركة الله وتوفيق ثالث أشواطنا في هذا الصباح. ثاني أشواط الإبكار، الإنتاج يسير بتحديات جديدة ومنافسات رائعة مع شعارات أبناء القبائل على مدى 6 كيلومترات. سنعيش معكم أيها الإخوة الكرام قصة من قصص المنافسة والتحدي مع هذه الرياضة العربية الأصيلة، رياضة الآباء والأجداد. ينطلق هذا الشوط ونبدأ مباشرة بالتعرف على الخمسة الأسماء المتقدمة، بداية مع المركز الأول والصدارة. هذه شواهين في مقدمة الشوط، محمد بن سعيد بن خويطر العمري من يقدم شعاره مقدما لنا شواهين على مقدمة هذا الشوط، بينما تليها على المركز الثاني وتصل في هذه اللحظات ملامح المتقدمة بشعار سالم بن عنزان بن خاتم العنزان النعيمي، يقدم لنا ملامح على المركز الثاني. وفي ثالث المراكز وصول من الذيبة القادمة في هذه اللحظات بشعار بن جبر الواصلة على المركز الثالث، ناصر بن محمد بن ناصر الجبر النعيمي يقدم لنا الذيبة على المركز الثالث. وفي رابع المراكز وصول في هذه اللحظات من روعة القادمة بشعار عبد الهادي بن جابر بن حذقين المري من يقدم لنا روعة على المركز الرابع. وفي خامس المراكز تابع الوصول في هذه اللحظات، تقدم اللمحة على مستوى المركز الخامس، راشد بن بطي المري من يقدم لنا لمحة على مستوى المركز الخامس في هذه الانطلاقة مع أول ندى. هذه الخمس المراكز مشاهدين الأعزاء، ولكن هناك أيضا أسماء وشعارات قادمة مشاركة في هذا الشوط، طامحة وطامعة بناموس هذا الشوط. هذه أشواط الإنتاج والمنتجين، هذه أشواط الإنتاج التي تحمل لنا التحديات والمنافسة، تحمل لنا الإثارة والانطلاق المميز مع هذا العالم الساحر. نعود مباشرة إلى مقدمة الشوط وإلى المركز الأول. ما شاء الله على أداء الجميل أبناء السلطنة الحاضرين مشاركين هنا على أرضية ميدان الشحانية في ملتقى والأجمل مع شعارات أبناء القبائل مع أبناء دول مجلس التعاون الخليجي المنطلقين في عالم الأصالة. هنا نتابع مقدمة الشوط، نتابع المركز الأول شواهين في مقدمة هذا المسار، شواهين مع المركز الأول مع الصدارة والقمة. محمد بن سعيد العمري يقدم لنا شواهين، يقدم لنا تحديات مع مقدمة هذا الشوط مشاهدينا الأعزاء مع المركز الأول والصدارة، بينما على المركز الثاني نتابع مشاهدين الكرام مع ثاني المراكز ملامح لسالم بن عنزان بن خاتم آل عنزان النعيمي يقدم شعاره، يقدم ملامح على مركز الوصافة في المركز الثاني، بينما مع ثالث المراكز نتابع القدوم في هذه اللحظات. ما شاء الله على اللي وصلت في هذه اللحظة آخر الأسماء المدونة، ولكنها بدأت تقترب مشاهدين الأعزاء، صاحبة إنجازات عديدة وشعارها شعار كبير من كبار الملاك القادم بتحديات لمحة. راشد بن بطل المري يقدم لنا تحدياته، يقدم لنا انطلاقاته الزعبي في هذا الصباح مع تحديات لمحة على المركز الثالث. يلا يا شرس المضمرين، جماهير هذا الشعار يطالبونك بالسلام والانتصار. بينما على المركز الرابع نتابع الاسم القادم وصول في هذه اللحظات. ما شاء الله نتابع التقدم أيها الإخوة الكرام من الذيبة ناصر بن محمد بن ناصر الجبر النعيمي، هنا نتابعها في هذا التقدم، ولكن تابع من الجانب الآخر وصول من رسمية القادمة في هذه اللحظات. غانم بن محمد بن زايد المطوع الخيارين، وصلتكم رسمية احدى الاسماء الخطيرة، احدى النجوم الحاضرة في هذا الصباح ايضا بشعار الخيارين القادمة في هذه اللحظات، وموقعها في المركز الرابع بينما خامس المراكز
المركز الخامس وصول من روعة عبد الهادي بن جابر بن عبد الهادي المري من يقدم لنا روعة على المركز الخامس. هذه النتيجة للخمسة الأسماء المتقدمة للخمسة الشعارات المنطلقة مشاهدين الأعزاء. ولكن لنا عودة إلى مقدمة هذا الشوط إلى المركز الأول والصدارة مع هذه الشعارات ومع هذه الأسماء اللامعة والمنطلقة أبناء السلطنة وشواهين على مقدمة هذا الشوط حتى هذه اللحظات. ما شاء الله على أداء الممتاز، ما شاء الله على هذا الانطلاق وفي هذا التحدي الصباحي الجميل. هذه شواهين في مقدمة الشوط، شواهين مع المركز الأول محمد بن سعيد بن خويطر العمري. يلا يا العمري أبناء السلطنة يطالبونك بالسلام ومعها نقطة في المحل الماضي. هذه شواهين في مقدمة الشوط في المركز الأول، بينما في مركز الوصافة شعار النعيمي القادم 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 مع ملامح. في المركز الثاني سالم بن عنزان بن خاتم آل عنزان النعيمي يقدم لنا ملامح على المركز الثاني، بينما شعار الزعبي وصل في هذه اللحظات بدأ يقترب مشاهدين الأعزاء من مركز الصدارة من خلال تقدم لمحة. في المركز الثالث في هذه اللحظات راشد بن بطي الزعبي يقدم لنا تحدياته. يلا يا الشرس على المركز الثالث وفي رابع المراكز. المركز الرابع وصلت رسمية، بدأت تقترب في هذه اللحظات بشعار الخيارين. ما شاء الله على أداء الجميل غانم بن محمد بزايد آل مطوع الخيارين يقدم لنا رسمية على المركز الرابع لتكمل المربع الذهبي. ولكن شوف الاسم القادم وصلت في هذه اللحظات، بدأ التقدم من جبارة الواصلة في هذه اللحظات جابر بن مسعود بن علي المري يقدم لنا جبارة على المركز الخامس. وصلتنا الأسماء، بدأت الشعارات بالتقدم، بدأ الجميع يسير نحو الخماسية الماسية على مقدمة الشوط. شوف هذه الأسماء القادمة، تابع 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 هذا المنظر الجميل وهذا المشهد الرائع على أرضية الميدان في منافسة والأجمل مع أشواط الإنتاج والمنتجين مع شعارات أبناء القبائل. وين البداية وين شواهين؟ لا زالت نجمة لهذا الشوط حتى هذه اللحظات بتقدمها الممتاز وانطلاقها رائع. هذه شواهين في المقدمة، شواهين في الصدارة، شواهين في زعامة هذا الشوط مع شعار العمري المنطلقة في المركز الأول المنطلقة بالأداء الممتاز القادم القادمة هنا بتحديات هذا الشعار. ما شاء الله تبارك الرحمن، شواهين مع مقدمة الشوط محمد بن سعيد بن خويطر العمري يقدم لنا إبداعاته، يقدم لنا شعاره مع شواهين على المركز الأول على الصدارة والبداية. نقطة مشاهدين الأعزاء إلى تحديات النهائية من عمر هذا الشوط، بوابة الناموس، بوابة الكيلو متر الأخير. الله الله الله، يعني بدأت المنافسة، بدأت قصة التحدي من هذه اللحظات. ما شاء الله تبارك الرحمن، شواهين على المركز الأول، لمحة في المركز الثاني، بدأت تقترب هذه القادم 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 شقرة بأول إذاعة لشقرة جابر بن بخيت بن ثويني القادم مع شقرة على المركز الثاني وفي ثالث المراكز. وصول في هذه اللحظات وتقدم مشاهدين الأعزاء القادمة في هذه اللحظات. وصلت النويعس سعيد بن جار الله بن بريك بن صميخ الصميخ قادمة 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 في هذه اللحظات على المركز الثالث وفي رابع المراكز. وصول من محبة محمد بن عايض بن محمد الحلزاب وصل شعار بالسيقان القادم مع تحديات مصيحة سالب وفرج بن حسين بالسيقان المري، ولكن 400 متر عن خط النهاية. عودة إلى مقدمة الشوط، تابع 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 النويعس غيرت الأمور. النويعس اللي بدلت مع الصدارة انتزعت المركز الأول هنا مشاهدين الأعزاء وبدأت تسير نحو خط النهاية مع هذا الإبداع مع هذه النهاية المميزة والرائعة. النويعس النويعس بشعار بن صميخ قادم مع هذا الشوط، شوط الإنتاج. سلام 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 النويعس سلام. هنا مشاهدين الأعزاء اللي روحت بناموس هذا الشوط، سلام النويعس، تهانينا لبن صميخ هذا الفوز. اسعد الله صباحك، صباح الخير يا صاحب النويعس ويا راعي النويعس سعيد بن جار الله بن بريك بن صميخ الصميخ على فوز النويعس بالمركز الاول، بينما ثاني المراكز من وصلت مشاهدينا الاعزاء كان الوصول من محبه محمد بن عايض الحنزاب، والمركز الثالث كان الوصول من شقرة لجابر بن بخيت بن ثوين الجربوع المري، اما المركز الرابع
فكان من نصيب من حافلي حزام بن زيد بن حمد بن محسن آل بحيح. والمركز الخامس من وصلت مشاهدي الاعزاء ثريا بشعار حمد بن علي بن جابر بن سالم الحنزاب. هذه النتيجة مشاهدينا الكرام متابعينا الافاضل، ولكن تابعنا شعار بن صميخ الذي حظى على الفوز والانتصار مع تحديات النويعة. التوقيت الزمني 9:31 جزء من الثانية. تهانينا لسعيد بن جار الله بن بريك بن صميخ آل صميخ على فوز النويعس بالمركز الأول في تحديات هذا الشوط، بينما ثاني المراكز كان الوصول مشاهدينا الكرام من محبة في 9:33 28 جزء من الثانية. تهانينا لمحمد بن عايض بن محمد بن عايض الحنزاب على فوز محبة بالمركز الثاني. أما ثالث المراكز فوصل الشعار العمري مع شواهي في 9:33 62 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لمحمد بن سعيد بن خويطر العمري على فوز شواهين بالمركز الثالث.